لدى زيارة سموه لمجلس سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، أكد أن الحكومة ترصد بعناية كل أمر يؤثر على سير العمل في المشروعات بالشكل المخطط لها، وأننا شديدي الامتنان لكل صوت وقلم ورأي ينبهنا عن أي تأخير يؤثر على مصلحة المواطنين. وقال سموه: نهجنا هو مصلحة الوطن وخدمة المواطن، ولا نحيد عن هذا النهج الذي أرضيناه منهاج أو ارتضيناه منهاج عمل وأساسا للمسؤولية الوطنية. حث سموه على أهمية التمسك بما يعلي من قيم الترابط والتماسك في المجتمع، ومنها المجالس الرمضانية التي ينتابنا شعورا بالفخر والاعتزاز حينما نراها تحتضن مختلف مكونات المجتمع وتقوم بإبراز دعوات الوحدة ومناقشة الموضوعات التي تعكس حضارة أبناء الوطن. وقال سموه: مجالسنا كانت وستظل مدارسنا، فهي دروس حية في الوحدة والترابط. لمن يريد أن يرى المجتمع البحريني فليرى هذه المجالس وما تنضح به من محبة وإخاء، وما تؤشر له من تقدم حضاري في المجتمع. كان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد قام مساء اليوم بزيارة لمجلس سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في إطار الزيارات التي يحرص عليها سموه للمجالس في أيام شهر رمضان المبارك. وأشار سموه إلى أن المزيد من حراك التنمية ستشهده مختلف المناطق على كافة الصعد الإسكانية والصحية والتعليمية، وهذا الحراك الذي تقوده الحكومة لن يتوقف مهما كانت التحديات. وكل أمر مرتبط بتحسين الوضع الحياتي للمواطن ماضون فيه بكل عزم وإرادة، ولن نسمح بأي معوقات تكون حجر عثرة أمام طموحاتنا التنموية والاقتصادية والاجتماعية أو تؤخر تنفيذها. وحث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على التركيز على الاقتصاد وتنميته، وأن تتضافر الجهود مجتمعة لدعم المسيرة الاقتصادية بالتشريعات والإجراءات التي تسهل الاستثمار وتحفز المستثمرين. أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن مشاريع البناء الحكومية التي تهيئ لنهضة شاملة مستمرة في تحقيق غاياتها وفق استراتيجية تواكب متطلبات الحاضر والمستقبل وتحرص على جعل المواطن المستفيد الأول من ثمار التنمية. وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة التعاون الفعال بين مختلف مكونات العمل الوطني من أجل الحفاظ على ما تحقق للمملكة من مكتسبات وإنجازات تنموية شاملة والبناء عليها لتحقيق المزيد. وحذر سموه بأن من يريدون النيل من أمن الوطن لا زالوا يتحينون الفرص، ويجب الحذر والحفاظ على تماسك المجتمع وتلاحمه، فالوحدة الوطنية هي الرهان الفائز دوما في كل التحديات. وقد رفع سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على زيارة سموه الكريمة لمجلسه، مؤكدا أن تشريف سموه للمجلس في هذه الأيام المباركة يؤكد حرص سموه على ترسيخ قيم ونهج التواصل والتقارب مع أبناء المجتمع ومناقشة ما يهم من قضايا وموضوعات تصب في صالح الوطن والمواطنين. وأكد أن جميع من حضر المجلس تشرف اليوم بالاستماع لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشأن أفق المستقبل والتطلعات من أجل ازدهار الوطن ورفاه شعبه. Thank you.
داخل شعوري والشعر الأفلاك، وأنا شعري وعرفه يبحر ما شيء يصيبه، قويا لا كتبته ما رسى إلا وسط مرساك، تغنى بك ومتشوق يشوفك من بعد غيبه، هلابك هلابك عد ما هل النفل في جيتك يرعاك، عدد ما ذعذع بمجدك شموخ من هباب هيبة، تسامى بك تسامى يا سمو الشعر، وغني في سما ليلاك وزف أجود حروف العز ورقى في مراقيبه، هلابك هلابك يا خليفة ابن سلمان اقلط وحياك، تقهوى صافية الأمجاد وابشر بحلة ترحيبه، في مجلس في مجلس ابنك اللي جالس دايم على يمناك، علي نسل الكرام اللي قصيدي صار يغنيبه، فرشنا الورد فرشنا الورد لقدومك خليفة، يا طهر مطاك رفاع العز غني وافرحي قومي وهليبه، تريح واستريح وخل فعلك رادع لعداك، فعولك واقع ما هي شعور صرت هذريبه، وطن 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 انت الوطن بعيون شعب طامع برضاك، وطن من مثل حضنك يحوي الاطفال والشيبه، وطن يمشي بطوعك حالف يبقى على رؤياك، رضا بك قايد للمجد ورمز وافي الهيبه، وطن برجاله وطن برجاله الوافين يوقف يفزع ويفداك، يقص لسان من ينوي على البحرين بالخيبه، ذهابك ذهابك منصبك يا ابو علي، ذهابك منصبك يا ابو علي وبحكمتك يزهاك، وحالف لك يدوم العمر لو تكثر خطاطيبه، يحبك كل محتاج يتيم كلنا ابناك، ويغني لك وطن باسمك تسامى وصرت تحكيبه، كتبت كتبت الشعر من شاعر يحبك ويقتدي بخطاك، يعرف ان الشعر يكتب وينومس كل معازيبه، وطن انت الوطن يا ابو علي اقلط هنا وحياك، تغني بك شعور وصرت في شعره وترحيبه، يغني بك شعور وصرت في شعره وترحيبه. مشكور.